مرحبا برج العقرب. حاليا انت يا برج العقرب اكتب كتير، يعني نشيط، عندك تواصل وسفر. طيب انا برضه احط لكم كرة الملائكة، وكانك يا برج العقرب ناوي تتواصل مع هذا الشخص. كمان في ناس منكم في سفر، وكمان في ناس شغلهم على الإنترنت وكأنهم مشغولين على الإنترنت بمتابعين فولو أشياء هيك، كأنه في ناس منكم مندوبين مبيعات على الإنترنت، أو شغلهم أكتر إشي هو على الإنترنت، أو عندهم مراقبة على الإنترنت، يعني عندهم هيك تواصل على الإنترنت، مراقبة أسهم، مراقبة مشروع معين. في منكم ناس سفر حاليا، وفي منكم ناس حاسين حالهم إنهم أكتر في جوابهم نشاطهم. خلينا نشوف شو الشخص اللي وراكم. انتوا كيف شايفينه؟ انتوا شايفينه غامض متباعد، انتوا معرفين وين اراضي وين هو، كأنكم شايفين انه ما بيظهر مشاعره نهائيا، وهو متباعد عنكم جدا جدا، وكأنكم انتوا يا البرج الغامض هذا الانسان غامض عليكم، يعني انتوا مو فاهمين عليه نهائيا لانه هو متباعد جدا جدا. هلا بنشوفه احنا بنفهم شو قصته. طيب طبعا ناخذ لكم نصايح، يعني هذه زي نصيحة، يعني اشي تستفيدوا منها، يعني او اشي يكمل القراءة مثلا. طيب خلينا نشوف هذا الانسان اللي انا بشوفه مين هو بالضبط. هذا الإنسان هذا الإنسان هذا الإنسان يحبه جدا جدا جدا، وكأنه هو بيستنى خطوة يتقدم من ناحيتكم، أو هذا الإنسان مخبي مشاعر إلكو من الحب الهائل، لكن هو مخبي، أنتو شايفين إنه هو بحبه بس مخبي هذا المشاعر، وأنتو مو قادرين مثلا تعرفوا بالضبط شو هو الإشي اللي مخبيه عنكو، كأنكو حاسين بغموض من ناحيته، بس هو مخبي إنه هو بحبه جدا جدا، هو عنده استعداد للخطوة الجاي. هو إنسان محب جدا جدا، هو إنسان صافي وطيب وحنون بنفس الوقت، وإنسان هو حاليا هذا الإنسان مشغول بعمله، كأنه عماله بوقف على رجليه من أول وجديد. هذا الإنسان مش مرتبط، هو إنسان عملي جدا جدا، وعماله بحاول إنه يستقر ماديا، وكأنه عنده مسؤولية، مسؤولية بيت، مسؤولية شغل، حامل مسؤولية هو لحاله لوحده. كمان أنت يا برج العقرب كأنك أنت عندك أمية إنه ترجع لهذا الإنسان، لأن أنا شايفك إن أنت مشارك من ناحيته حب، يعني حب طافح زي ما بيحكوا. طيب خلينا نشوف شو احساس هذا الانسان من ناحيتك، او شو مشاعر من ناحيتك. هذا الانسان شافك وانت بديت بداية جديدة، وشافك هذا الانسان انه انت انسان مشرف في الحياة، إنسان عندك لكل نهاية بداية جديدة،
هو شايفك كمان انت بلشت مشروع جديد او بديت بداية جديدة رغم بعده عنك. كمان انت زي الشاعر، هو شاعر من ناحيتك انك بدأت شفيت من اول وجديد، وكأنك انت ناوي على بداية جديدة من ناحيته. على الأقل عندك بداية جديدة، مشروع أو أنت دخلت المشروع جديد أو سافرت فتعمل بداية جديدة في مشروع جديد، لما تعطيك طاقة سفر وأكتب حركة وتواصل. ويمكن شايفك إنك أنت عندك بداية جديدة وقصة جديدة أصلا أو شغل جديد. طيب هل نشوف عقل الباطني من ناحيتك؟ هذا الإنسان عقله الباطني رداح، واقف بيرتاح مع حاله، يعني بياخد بعطي مع حاله، كأنه يعني عقله الباطني كأنه مستعد لحتى يواجه المشكلة. إذا أنت قدرت بدك بداية جديدة كأنه قاعد بستنى العقل الباطني أقل، يعني أقل إشي، إنه جاهز لحتى يصرح كل إشي بصراحة، ويحط مثلا حدود لكل شيء صار. مثلا صارت مشكلة معينة، هلا رح نعرف شو هي المشكلة، كما بده يفهمك ويصارحك بهي المشكلة. هيك عقله الباطني، هذا أقل شيء في عقله الباطني. طيب عقله الواعي نفس الشيء، نفس الشخص هذا زي ما حكيت لكم، هو بحبه جدا جدا، وهو إنسان عقله الواعي مستقر. حكيت لك الإنسان هذا مستقر، وكمان مستقر عاطفيا، مستقر كمان كلامه موزون، حتى عقله الواعي موزون وازنه. يعني حتى لما بيصارح في عقله الباطني هو متوازن في عقله الباطني وعقله الواعي، يعني هو صريح بعقل الباطني، حتى بينه وبين نفسه صريح، وهو متوازن في العقل الواعي. يعني تفكيره، يعني مثلا جيت حكيت له ممكن مثلا يرجع ويجي بيحكي لك الجواب الصافي باستقرار وبصدق، يعني ما في مثلا تلاعب او عقله مخربط ومشوش، لا. الإنسان هذا زي ما شارك أنت بديت بداية جديدة، هو بدأ بداية جديدة، فهو بدأ في التوازن. عقله أقل شيء إنه هو عقليا متوازن، وعقليا يعني حتى عقله طيب، هو حاليا هو متوازن جدا، تفكيره متوازن، تفكيره مثلا في العمل في العمل، تفكيره في الحب في الحب، هو أعلن تفكيره الواعي أعلى استقراره. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي صارت بيناتكم. المشكلة في طرف منكم انسحب من العلاقة بدون أي عذر أو أي مبرر، وكأنه صار عدة حيل في هاي العلاقة أدت إلى إنهائها، وكأنه الشخص هذا ما استخدم عقله اللي هلأ هو فيه، ما استخدمه معاك، كأنه كان في العلاقة هاي فاقدة للذكاء، وفاقدة كمان لل خلينا أشوف أكثر. فقد للحيل أو فقد إن هذا الإنسان يحتال عليك، يجي مثلا أنت مثلا زعلان يجي هيك يعمل حيلة مثلا يراضيك فيها، كان هذا الإنسان أو أنت شايفه إنه هو اتسحب بدون ما يحكي ولا إشي، زي السارق مثلا سرق قلبك مشاعر كل إشي، سحب حاله وراح تركك وراح. لأن هذا الإنسان أنت شاعر إنه مش عارف وين هو راح، ولا عارف شو بفكر، ولا عارف متباعد، فأنت حس إنه المشكلة هي
إنه صار زي خيانة أو غدر، وقلة حيلة كمان، وما كان في عدم تفاهم، وفي بعضكم فهم الآخر غلط. فهمه مثلا إنه محتال، مثلا تاجر العقرب محتال، أو الشخص التاني هو المحتال، في هيك سوء تفاهم لهذا الشيء. شو نوايا؟ طيب شو خطوته؟ وهل في رجوع ولا لا؟ هذا الإنسان حاليا يوقف يدافع عن حاله، ما عنده نوايا رجوع أو خطوة، كأنه بده يوقف لك يتصدد لك إذا أنت حكيت كلمة بده يحكي عشرة، كأنه بده يدفعك عنه، إنه هو حاسس هو مشكلته معك إنه حاسس إنه أنت مثلا احتلت عليه، ومثلا سحبت حالك وهربت، تركته مثلا لحاله هربت. في منكم كمان انه دخل من كان معاه بعلاقه ودخل بعلاقه اخرى، هو هذا الانسان هيك حاسس. هو هلا في وقت الدفاع عن النفس، يعني هو خطوته انه اذا انت هو ناحيته انه هو بده يدافع عن نفسه. طيب هل في رجوع؟ هو الإنسان هذا مش مفكر لسه، هو جاهز بس لسه أمام مشاهير الخطوة، يعني هو لسه مفكر إنه بس يرجع، حتى إذا رجع بده يكون خطوته ثابتة، قراره ثابت لا رجعة فيه. يعني إذا رجع بده يكون عارف هو وين راجع بالظبط، لأنه هو بده يزقك هلأ عنه ويبعدك عنه، فهو لسه مش ماخد قرار الرجعة ولا ماخد خطوة، لأنه هو حس إنه المشكلة اللي بيناتكم إنه صار في إحتيال في الموضوع، صار في لف دوران، مشكلة كبيرة حس فيها إنه هو زي انغدر فيه، انتصب عليه، يمكن احتمال يكون في بيناتكم شغل وصار في غدر في هذا الشغل، احتمال مثلا طرف تاني دخل بيناتكم وخلاك تتخلى عن الطرف هذا، أو العكس، يعني القراءة تنفع العكس. خلينا نشوف انت يا بالنسبة للأبراج، عندي برج العقرب، أبراج ترابية، أبراج مائية، أبراج هوائية، بس هذه حل المشكلة عندك، يعني أبراج نارية ومائية، وبرج هذا بنشوفه احنا برج القوس أو برج الأسد. كمان هون برج الحوت، أبراج زي ما حكيت لكم ترابية، الأكثر هي اللي طاغية على القراءة أبراج ترابية ومائية ونارية وهوائية كمان، يعني ميزان، دلو، جوزاء، وعذراء، وثور، وجدي، عنكو، قوس، حمل، أسد، و حوت، سرطان، عقرب، يعني عشان بالنسبة للي بيسألوا عن الأبراج. طيب خلينا نشوف انت مشاعرك من ناحيته، انت جاهز وحتى لابس الدراع والواقي ومجهز نفسك لخطوة اتجاه هذا الشخص، كأنك بدك تروح تواجهه بالقفزة يعني الحامية، وعندك حب مواجهة لهذا الشخص، بدك تواجهه بالموضوع، احتمال انك بدك تروح تفهمه انه اللي صار مثلا انت فاهمه غلط، مثلا انا مش قصدي يصير هيك هيك بالظبط، او مش قصدي مثلا ادخل طرف ثالث بيناتنا، او مش قصدي مثلا ادخل طرف عائلتي بيناتنا، فهو هذا الانسان عمال، فانت عمالك بتحضر نفسك لتروح تفهمه، لانه هو شايفك انسان محتال او انسان غدرت فيه، انت على القراءة عكس، يمكن انت شفت انسان غدر فيك او هذا، وبدك تروح تواجهه، وهيك مدرع وبتاخد الموضوع في ايدك وانت رايحة، ليه انت جاهز؟ بس تستعد كأنك بتستنى في اشارة معينة
لازم هاي الانطلاقة. طيب نشوف تفكيرك الباطني. انت تفكيرك الباطني كأنك حاسس هذه أمنية بالنسبة لك، هذا الشخص أمنيتك، لأنه نفس الشيء تفكيرك الواعي إن هذا الإنسان هو أميتك في الحب. هيك أنت حاسس إنه هو أمي تحققت، كأنك يعني بتحبه بزيادة، عندك عاطفتك ناحيته فائضة. طيب خلينا نشوف تفكيرك الواعي. على فكرة أنت فعلك عمالك بتعاند، بتحاول تعاند هذا الإنسان، وهو في تفكيره الباطني صريح، وأنت قاعد ساكت وبتعاند برضه، يعني عندك حبة عناية وهو قاعد بصارح وأنت لأ، بس هو متوازن برضه. نفس الإشي محتفظ بحب كبير زي ما حكيت لك، هو بحبك جدا 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 هذا الإنسان، وأنت تكون له نفس المشاعر. يعني الحب كله بالنسبة لك هذا الإنسان، مشاعرك من ناحيته كتير فائضة، أو تفكيرك الواعي تملك له من الحب ما فوق زي ما بيحكوها. حب يعني الحب بيناتكم متبادل على فكرة نفس الإشي، بس هي مشكلة أنا حاسسها هي سوء فهم صارت بيناتكم، طرف دخل بيناتكم خرب هاي العلاقة. طيب شو المشكلة اللي أنت حاسس فيها؟ كأنك حاسس إن هذا الإنسان ناضج بما فيه الكفاية إنه يفكر وياخد قرار، لأنه أنت كأنه حل المشكلة عندك إنه أنت لازم تاخد قرار وتقطع الموضوع كلياته، والجو اللي ريت جاهزها أنت تعمل لها جو يعني تنطلق، فأنت لازم تقطع المشكلة وتعمل لها حل، بما إنك برج ذكي وبتعرف تعمل حلول لأي مشكلة بتصير في حياتك، لأنك أنت شايف في اختلافات بيناتكم، يمكن اختلافات مسافة، اختلافات في يمكن اختلافات جوا بيناتكم، يعني في اختلافات بيناتكم، أنت هاي شايفها هذه المشكلة الواقفة قدامكم. طيب خلينا نشوف هون بقول لك عبر عن نفسك من خلال الإبداعات، الأنشطة والإبداعات. يعني هون بيحكوا لك إذا أنت مثلا مش ظاهر، لا بس أنا شايف إن أنت ظاهر يعني، بس أنت إيش جواتك؟ أبدأ عن طريق الفن، الأغاني، لأنه طلع في حدا بيضرب على العود وقاعد بروقان وبحر وبطة جنبه، فبدك تعمل زيه عشان انت ترتاح مثلا نفسيا، انت كأنه في مخك يعني فاض في الحب بزيادة مثلا لهذا الشخص، فبتقدر برضه انك تعبر له عن هذا الاشي مثلا عن طريق التواصل، عن طريق الانترنت، لانه احساسك كأني حاسك انه فاقد الامل رجعت هذا الشخص، لأنه هو الشخص هذا كأنه غامض نوعا ما، مبتعد نوعا ما، إحساسك هذا أقل شيء، إحساسك من ناحيته، من ناحية المشكلة كمان كأنه متباعد، وكأنه هو إنسان هو يعني أكبر منك سنا، أو هو ناضج لأخذ قرارات معينة، كأن المشكلة عندك هو إنه هذا الإنسان، ويمكن تقبل العكس إنه يكون هو إنسان مش ناضج، أو في اختلافات بيناتكم، اختلافات جوهرية مثلا، مش شرط يكون اختلافات كبيرة، بس كأنها مثلا اختلافات الطبيعة، اختلافات المعتقدات، اختلافات وجهات النظر بيناتكم، أو الرأي بيناتكم، مثلا أنت بتختلف وجهة نظرك للحياة، هو بيختلف
وجهة نظره على الحياة. فالحل الوحيد انه تقطع هذا المشكلة، انه تقطع هذا الاختلاف اللي بيناتكم، اللي انت حاسه بيناتكم، او تعمل مواجهة، او يا اما بتقطع هذا الاشي نهائي خلص ما تعود تفكر فيه، او انك تروح كعقل ناضج تروح تقطع هذا الخلاف اللي بيناتكم مهما كان الخلاف، حتى لو اختلافات طبيعة او اختلافات وجهات نظر او اختلافات معتقدات عائلية. مثلا انتوا عائلة بتؤمن انه عندكم مثلا فرح، تؤمن انه مثلا البنت عليها مثلا العروس يعني عليها ان هي تتكفل بمصاريف العرس، وهم لا، عندهم الشاب هو اللي يتكفل بالمصاريف الاخرى. فانت هون بدك تاخد قرار وتقطع كل اشي وتعمل حدود لكل شيء، الكوين اوف سورد. يا اما بدك تقطع هذه العلاقة، يا اما تقطع اذا في مشاكل عائلية. بالارجح هي مشاكل عائلية، مثلا انتوا اتنين على وجه الزواج، عندكم مثلا اختلافات وجه النظر، عائلتك متمسكة برأي وعائلة هذا الشخص متمسكة برأي آخر، يعني في اختلاف وجهات النظر، في شيء مختلف بيناتكم، المسافة، وجهات النظر، معتقدات عائلية، في اختلاف بيناتكم. سفر، يمكن يكون في سفر، انت شايف هذا عائق كبير انه يكون في سفر بيناتكم. طيب خلينا نشوف الأوراكل شو بيحكي لك. جدد أولوية التركيز على أعلى درجاتك سأساعدك في التنظيم والتحفيز. إذا في عندك مشروع أو شيء معين أنت تاركه ومركز مثلا في القصة هاي، بدك تجدد أولوياتك بالشغل، مثلا تركز في شغلك، تركز في عملك، تركز يمكن انه تركز انه شو الأولوية تعملها في هاي القصة، انك تقطع الموضوع كلياته او تحط حدود للموضوع بعقلانية وبمنتهى الذكاء. احنا بنعرفك انك برج ذكي وعندك عقلانية. خلينا نشوف المرأة المفكرة شو بدها تعطيكوا، لأنه لازم تكونوا مفكرين، لأنه هون المفروض نصيحة إنه بالعقل تقطع كل الشكوك، إذا في شكوك، إذا في سوء ظن، سوء تفاهم، إنكم تقطعوا هذه الوساوس. وكمان لأنه أنا بحس إنه أنت طالب التسامح، عقلك عماله بيطالب التسامح والمغفرة كمان. كمان اسمعوا القراءة، القراءة تقوى العكس، يعني احتمال هم مثلا هم في الطاقة هاي وانتوا في الطاقة هاي، يعني القراءة تقوى العكس، لأن انتوا زي عمكم هيك حاسين بحزن من ناحية هذا الشخص، أو حاسين إنه في تسامح لازم يحصل بيناتكم. طيب خلينا نشوف المرأة المفكرة، يعني بتفكروا يا مرأة، خلينا نشوف ايش بتفكروا، شوف ايش لازم تفكروا فيه. كأنه بدكم تدخلوا تفكروا باختفاء هذا الشخص او تباعده او غموضه، وتقدموا له نوع من التسامح او مسج من التسامح، لانه انا بحس انه انت طالب او بعقلك الواعي بدك تسامح،
لأنه مشاعرك ناحية هذا الشخص أو حتى في عقلك الباطني تفكيرك إن أنت عندك هذا أمنية حياتك بالنسبة لك، فأنت لازم تفكر تخلي هذا الإنسان مثلا يظهر من اختفائه أو يطلع من اختفائه. فلهيك بقول لك المرأة المفكرة، يعني تفكروا كيف بدكم تخلوا هذا الإنسان يخرج من حالة الغموض والاختفاء وحالة التوهان اللي هو فيه، لأنه على الأقل أنتم شايفينه هيك أو متباعد عنكم. فتقدموا نوع من المسج مثلا التسامح، كمان تعملوا هيك شوية مثلا إغراءات، إنكم اشتغلتوا، إنكم تغيرتوا، إنكم عملت بدكم تسامح، تشدوا هذا الشخص لجهتكم أكتر، لحتى زي ما حكيت لكم تبينوا، لأنه هو شايفكم أصلا أنتم بداية جديدة، بس أو يمكن بالنسبة له هو أنتم بداية جديدة، أو شايفكم أنتم شمس أشرقت على حياته. فأنا شايف هي مشاعر أقل شيء، فأنا شايف إنه بدك تظهر، تفكر كيف بدك تظهر له إنه أنت تغيرت أو أنت تحسنت أو أنت هذا الإنسان راح يكون معك باستقرار وما يخاف، ويصير يدفعك يزقك عنه، لأنه هو إحساسه بإنك مثلا شخص احتلت عليه أو شخص غدرت فيه أو شخص دخلت أطراف ناس بيناتكو أو شخص كأنك دخلت تاخد بس شغلة معينة وسحبت حالك وهربت. هذا تفكيره أو هذا المشكلة اللي هو فكر فيها، إنه هو لقى حاله في هذا، في هاي المشكلة، في هاي العلاقة. فأنت بدك تفرجيه، تفكر كيف تظهر له إنه في استقرار رح يصير بيناتكو، لأن أنا بحسك إنه أنت اللي طالب التسامح أو الاستقرار، لأنه بالنسبة لك هذا الشخص أمنية لحياتك إذا بتتحقق، لأن هذا الإنسان واقف بالنسبة للرجعة لسه طويلة بالنسبة له، لأنه هو ما عنده خطوة يعملها، هو بس بحاول يوقف حتى يحمي نفسه، عنده نوع من إنه يوقف يحمي نفسه من أي ضربة بدها تيجي منك أو من أي، لأنه هو شايف إنه أنت كأنك دخلت بمشاعرك وأحاسيسك وسحبت حالك وطلعت أخذت شغلة مثلا بينك وعمل مشروع، فأنت مثلا أخذت منه مبلغ مالي وسحبت حالك ومثلا احتلت عليه وهربت، فهو إحساسه هيك أقلها، هو هيك شايف المشكلة، أنت شايفها غير وهو شايفها غير، هو شايف إنه مفيش صدق، تمام؟ أو فيش ما في صدق، هذا أقل شيء بقدر أحكي لكم إياه. أنت شايف المشكلة بعد بعد مسافة، عادات تختلف، الأقارب مثلا عاداتهم تختلف عن هذا الشخص، عن عادات أهل هذا الشخص، ففي أنت شايف اختلافات، وهو شايف إنك أنت كأنك شوي يعني عندك لف دوران، تنطبق هذه عكسية، يعني كل إنسان يملك مشكلة، يعني هو بيكون غلطان، جهة بتكون غلطانة وأنت بتكون غلطان، لأنه هيك بيصير سوء تفاهم. فأحيانا لما إحنا نحس حالنا إنه في صار سوء تفاهم، لازم نبادر نحل هاي المشكلة لحتى مثلا تنحل مثلا نفسيتك وترتاح، لأن هذا الشخص نفسه عقله الواعي نفس عقله، كأنه طالب برضه تسامح أو هو متزن من ناحيتكم في الحب والعاطفة، كأنه هو يتم لكم مشاعر فائضة كمان نفس الإشي، كأنه بحبكم يعني كتير متوازن في حبه لكم. فإن شاء الله يا رب تكون قراءة مريحة بالنسبة لكم. كمان خلنا نسحب كارت نصيحة لبرج العقرب. زي ما حكيت لك، حتى زي ما طلعوا لك في لهذا الشخص كيف تجذبه من اختفائه أو إشي يكون ده مسجن. كمان إذا عندك عمل اهتم في عملك وأشغالك، لأن أنت بحسك إنك هيك غير، إنك رايح لهذا الشخص باتجاهه، لأن فعلا أنت رايح في اتجاه هذا الشخص،
كمان إذا أنت مثلا فاقد للشخص اللي طالب التسامح فاعمل حركات الساحر، فرجيه إنه أنت بدك التسامح، بدك استقرار، يعني ريحه نفسيا لحتى هو يطلع من اختفائه أو يطلع من تباعد اللي هو ابتعده عنك. شكرا يا برج العقرب، بتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في القراءة. يا ريت تكتبوا لنا شيء في التعليق او هيك عن القصة هاي، شو قصتكم فيها، لانها هيك شوي يعني مخربطة شوي، لان تفكير الشخص غير تفكيرك انت. كمان الانتظار يعني منتظرين من الرجوع، انا احس انا صعب هلا حاليا الانتظار، لان هذا الشخص يحاول اقل شيء انه يدافع عن نفسه او زي بده يحمي نفسه، لانه انت وجهة نظرك الاختلافات اللي بينك العادات والتقاليد والبعد والمسافه وكمان السن، فهذا المشكلة بحسها في ايدك انت تحلها لحتى هذا الانسان يفهم انك مو احتيالي، بس انت شفت انه في فروقات بيناتكم ادت الى انه انت تنسحب من هاي العلاقة، انسحاب تكتيكي زي ما بيحكوها، يعني عملت خطط لتنسحب من هذه العلاقة، هو هيك اقل اشي هو شايف هيك. فبتمنى لك يا رب ان شاء الله مشاهدة ممتعة وشهر خير عليكم يا ربي.